وقتي خلص في ثانية واحدة. أنا عارف إن عندك رؤية أو معلومة فيما يتعلق بمشكلة الفنانة الشابة مريان حسين. الحقيقة الخبر بيقول إن النيابة النهاردة وجهت تهم متبادلة، وجهت تهمة استعمال القسوة والتجاوز للضباط في حق مريان حسين، ووجهت تهمة اقتحام الكمين والتعدي على الضباط، بالإضافة طبعا لموضوع الخمور اللي تم ضبطها في المحضر. بص، زي ما حضرتك قلت في المقدمة، مريهان أخطأت تتحاسب، تمام، بس اللي لا يمكن السكوت عليه إن أنت في حوزتك ومقيد الحرية متهم ارتكب جناية، مش ارتكب مخالفة جنحة، ارتكب جناية وهو في الاسم يضرب أو تدلق عليه جردل بول زي ما قال أشرف، ويتهجم عليها الضابط أثناء وجود نقيب المهن التمثيلية في حضور المأمور، ده اللي مش مقبول. أكيد إما تيجي مرهان تكون أخطأت، أنا معرفش إذا كانت أخطأت ولا ما أخطأتش، كانت مخمورة ولا ما كانتش مخمورة، كل ده تحقق تثبته، تمام، هو تجنى عليها ولا هو هي اللي، كل ده النيابة تفصل كل فيه. ده النيابة تفصل فيه، بس اللي هو بقى القانون، مش القانون هي كمان هيجيب الحق داخل الاسم، بس السلطة التنفيذية اللي هي وزارة الداخلية عليها أن تتصرف في واقعة تعدي هذا الضابط على أشرف زكي أمام المأمور وأمام مفتش المباحث في حرم الاسم نفسه وفي مكتب المأمور، والبنت جات لهم على حسب أقوال نقيب وأنا أصدقه، وهي عليها مية بول. ده بقى اللي لازم، صحيح القانون هياخد مجراه ويتعاقب الضابط، بس أين هنا وزير الداخلية؟ إن ضابط يعمل كده برضو يمتهن الكرامة الإنسانية اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. هي مقيدة الحرية وتحت حوزتك. بتفكر بثاني، أنا آسف، هتعمل، ممكن تعمل استجواب مثلا لوزارة الداخلية؟ فورا، لو الواقعة ديت لو حقيقية بتفاصيلها لابد من استجواب لوزير الداخلية، إلا لو اتصرف وزير الداخلية تجاه هؤلاء الضباط، لأن ده مش مسموح. ده كلام محترم، نورت يا ريس، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، بشكرك ودايما بسعد بلقائي معك. شكرا جزيلا لحضراتكم، خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره في حلقه جديده من الحياه اليوم، في امان الله.